هلا زي ما حكينا الكنترولر ينقسم لنوعين او قسمين. هلا فيزيكال كنترولر والكنترول الجوريثم. الفيزيكال كنترولر هي الفيزيكال ديفايس ذات كنترولز ذا سيستم. ايش كلمة فيزيكال هون معناها؟ بالعربي حسي او مادي. يعني هون احسن ترجمة لكلمة فيزيكال مش فيزيائي. فيزيكال هون معناها حسي ومادي، يعني الاشي اللي بمسكه بايدي بشوفه. اوكي، هذا هو الفيزيكال كنترولر اللي بنحط فيه الالجوريثم. الالجوريثم ريزايدز، ايش يعني تو ريزايد؟ موجود في داخل الفيزيكال كنترولر. اذا ذا كنترولز ذا بلانت أو controls the system, plant أو system through its inputs and outputs. Okay, إذن هذا تعريف الphysical controller. لكن the control algorithm is the set of, إذا كنا اعتبرناها مثلا code, the set of instructions or code, set of instruction or code that processes شيء سوفت. اوكي، هذا الكنترول الجوريثم اللي حكينا امثله عليه. يعني هذا بنمثله represented by code او flow chart. هلا الكنترول الجوريثم resides inside the physical controller. اوكي، to reside يعني reside معناها يسكن او موجود. مثلا هون resides فلناخذ أمثلة على الاثنين، examples على physical controller. ايش في أمثلة حكينا؟ PLC. ممكن عندي كمان PC أو لابتوب. مايكرو كنترولر. مايكروبروسيسور. طيب شو فرق المايكروكنترولر عن المايكروبروسيسور؟ تمام، سؤال جيد. ايش الاختلاف بين الاثنين؟ المايكروكنترولر اوسع من المايكروبروسيسور. فعاده المايكروكنترولر بتشمل فيها ميموري، فيها اي او، تكون نفس الانتجريتد سيركت فيها بالاضافه للمايكروبروسيسور انبوتس واوتبوتس وميموري، وممكن في بريفرنس ثانيه تكون شاملها بسهل عليك استعمال المايكروبروسيسور. بدل تجيب المايكروبروسيسور وتضيف لها ميموري وتضيف لها inputs و outputs و serial interface و تكون هذه موجودة في المايكرو كنترولر. ممكن يكون ريليز بس، لكن هذا حكينا ايش؟ يا اما السيستم بسيط جدا او قديم بطلنا نستخدمه. بس في بعض السيستمز الان القديمة البسيطة جدا فيري فيري سمبل بدها ريلي او تو ريليز، بستخدمها بس الريليز كنترولر.
كمان الاردوينو، انا الاردوينو ممكن نعتبره اقرب للمايكرو كنترولرز، راسبري باي مثلا. في ناس زمان كانوا يستخدموا اوبريشنال امبليفايرز، كمان هذا اوبسوليت اولد. اوكي، عارفين شو الاوبريشنال امبليفايرز؟ اخذتوهم في ماده من المواد، تمام؟ اذا هون، لكن هذول هذا قديم، بطل الناس يستعملوه. هذا هو اولد، وحتى هذا كمان اولد. او السيستم بيكون فيري سمبل. وهنا كمان في شيء اسمه فيلد بروجرامبل جيت اريز، اف بي جي اي، اختصار ل فيلد بروجرامبل جيت اريز، اف بي جي اي. هذا نوع من انواع الكنترولرز كمان، هذول بيكونوا شيء زي البروجرامبل جيتس، عندنا جيتس اند اور جيتس وفليب فلوبس، نعملها بروجرامينج فبتصير سرعتها عاليه، بتستخدم في التطبيقات اللي بدها هاي ريلايبيلتي وسبيد، سرعه وهاي ريلايبيلتي. ايش امثله على كنترول الجوريثمز؟ بي اي بي اي دي مثلا، ممكن نعمل اكزامبلز هون، بي بي اي PD، ممكن PID، ممكن on off، يكون ببساطة بس on off controller، ممكن fuzzy controller. إيش fuzzy؟ ممكن rule based. دكتور إيش fuzzy controller؟ الفازي controller اللي هي بستعمل rules، بس rules هذول fuzzy، يعني زي ما بفكر الإنسان، بنصير variables بنعرفهم على very high وهاي وفيري لو، نوع من انواع الرول بيست كنترولرز، بس مش كريسب رولز، فازي رولز. رول بيست مثلا كنترولر بي بي اي بي اي دي، اون اوف كنترولر، في مثلا كمان ليد لاج كومبنسيتر مثلا، هذول كلهم انواع